صحيح إنه الحياة ما بتتوقف مع الموت والرحيل، وإنه الزمن بيمشي دائما نحو الأمام، وصحيح إنه يلي خلق مبدع بيقدر أن يغدق على البشرية بكثر غيره، ولكن الصحيح أيضا هو الفرادة والتميز والإبداع لا يمكن أن نمر عليهم مرور الكرام، ولا يمكن ألا يجعلوا من صاحبهم علامة فارقة بالمكان والزمان. وطبعا هيدي هي حال الأستاذ سيمو أسمر، يلي استحق بجدارة أن يصبح من المميزين، وأن يقال له وين من وجد أهل بهالطلة فيستقبل باستوديو الفن وبدار الفنون، ويكون هو صاحب الدار لا من زوار الدار. هو بالفعل فتح باب الحظ لكل مين أراد صعود دراج الفن ليصير الأول على الشاشة ويحصد الشهرة والمجد، كمن يعيش ساعة بقرب الحبيب، ولو أنه بكتير من الأحيان الدنيا دولاب. فالحق يقال بأنه لمن يجرؤ فقط، أي لإلك وحدك يليق كأس النجوم لأنك صنع. ما رح طول أكتر لأنه الكلمات والسطور ربما لن تكفي لنوافيك حقك. أنت يلي كنت بزمن القباحة الجمال، بزمن الفشل النجاح، بزمن الشح العطاء، بزمن الشر الخير، بزمن الخيانة الوفا، وبكل الأزمنة رح تبقى سيمو أسمر. أنت يلي طبعت التاريخ بطابعك وصرت مرجع بالفن والثقافة والأعلام، عشت بزمن الكبار فأصبحت واحد منهم. استرخي من الشقاء، اتنعم بدنيا البقاء، أنت الباقي بأعمالك لأجيال وأجيال يا أيها الكبير. بيسعدني وبيشرفني بصباح هيدا اليوم اني استضيف المخرج بشير سيمو أسمر بحلقة رح بتكون حول الراحل الكبير المخرج سيمو أسمر. بشير صباح الخير، صباح اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله انا منيحة، انت كيفك؟ تمام. اهلا وسهلا فيك باستوديوهات الان بي اس. تعزينا الحارة كمان مرة نحن منوجهها لإلكن لعائلة الراحل الكبير. شكرا بشير. نحن والعالم ولبنان وكل العالم، العالم العربي وكل العالم خسروا المخرج سيمو أسمر. أنتو عائلته مين خسرته؟ نحن كمان شو خسرته؟ مين خسرته؟ خسرنا بينا، يعني أنه هو شو بدي اقول لك. اوكي هيك احسن، هيك احسن. ما بدنا نبلش نتاثر من بدايه لا بدي اعتذر اذا بدايه الحديث بعرف انه هذا الموضوع منه ابدا سهل. ما هيك ف شو بدي اقول لك، يعني خسرنا بينا اول شيء. الدعم اكيد، يعني هو الكلب الكلب البيت، يعني مثل اي بي بحال بيت. فولا شو بدي اقول لك بشير شفية بالعرض. لا خلينا شوي شوي، خلينا نبلش شوي شوي. انا بفهمك وبقدر اكيد هيدي المشاعر، يعني ما عندي شيء اقوله صراحه. انا بفهم كثير منيح انه الواحد كثير صعب يحكي عن بيو، خاصه اذا بيو انتقل من هيدي الحياه، لانه انا كمان مريت بهيدي التجربه. وبفهم كثير قديش الواحد عنده بيبقى صعب انه يحكي عن وقت ما يكون له جمعتين، يعني له تقريبا جمعتين على قد
مثل اليوم. الجمعتين بتصير الاشياء اسهل، يعني بتصير أسهل الواحد شوية، يتقبل انه أسهل شوية، لأنه الحمد لله في ناس بتجي بتعزي وفعلا بضلوا معنا، يعني في ناس بتضل عنا تقريبا طول هالفترة، فالواحد بيلتهي معهم، بس مش يعني بيلتهي عن وجعه وعن آلامه وعن أفكاره هيدا، وبيخلوك تفوتي ترجعي بالحياة طبيعيا، يعني إنه تنس مش تنسي، بس بتنسى يمكن للحظات، يمكن أو بتلتهي يعني للحظات، تلتهي ايه أكتر، تلتهي للحظات وبس يرجع الواحد هيك لحاله، بترجع أكيد بترجع الأفكار وبترجع الذكريات وبترجع يقول يعني هي مشاعر بتكون مختلطة، فيها كتير من الخوف، في مشاعر مختلطة أكيد، فيها شيء من الخوف، خصوصا أنه أنا على طريق الإخراج كمان وبشتغل بهذا المدمار، فيها خوف لأنه هو مرجع، يعني بالنهاية إن كان لإلنا ولا لغيرنا، مرجع مش رح تقدر ترجعي له بوقت من الأوقات، يعني أنه خلاص. فأي الواحد بحس شوي بخوف، يعني بحس حاله لحاله أنه عمود الفقري، العمود العمود الأساسي للبيت بطل موجود، هيها بس منتعود شو نعمل هالحياة، يعني عارفين أول عآخر أنه مش جديد علينا، يعني أنه كلنا رح نروح، هيدي يعني حالة الدنيا، هيدي حالة الدنيا. قديش سمعتها بشير؟ سمعتها ايه، بس انه كنت عارف انه هي حالة الدنيا وبدنا نتقبلها مثل ما هي، يعني بدنا نتأقلم والحياة بتكفي، ما هيك؟ أكيد متفائلين كمان طبعاً شوي، لأنه طبعاً المسألة هي مسألة وقت، أكيد يعني الواحد لا يقدر يتأقلم مع هيدي الحالة الجديدة. سيمو أسمر الوالد، معلش بدك تسمح لي أحكي شوي ولو هيك بهل كم دقيقة عن سيمو أسمر الوالد، قبل ما أرجع أحكي عن سيمو أسمر المخرج. سيمو أسمر الوالد كيف كان، كيف كان داخل البيت، قديش كان قاسي، قديش كان لين، قديش كان مستبد ببعض الأوقات، قديش في حنية بيظهرها ما بيظهرها، خبرنا شوي عنه. الشيء اللي ما حدا بيعرفه هو سيمو أسمر بالبيت، يعني أكيد في أصحاب لإله أو قريبين بيعرفوه، يعني بوقت اللي بيكون عايش لحاله بالبيت أو مع العائلة. سيمو أسمر كان متساهل أكيد معنا، متفهم جدا، قاسي بوقت لازم يكون قاسي، يعني نحن ثلاث شباب وقت كنا صغار، يعني ما فيني خبرك كان البيت يمشي معنا قد ما كنا شاطين وهيك قصص، فأيام يكون يضطر يكون قاسي معنا، وهذا الشيء كتير طبيعي، يعني مثل حيلا باي مع أولاده وقت يخربوا الدنيا بدهم يخربوا الدنيا عليهم أكيد. كمان لا بس اجمالا كان بي مثالي، يعني يعني بتمنى لكل الناس اللي عندهم بي قاسي او منه هالقد منيح يكون عندهم حدا مثل بي، لانه فعلا متساهل ومتسامح. كان يسمحكم بوقت الغلط؟ ايه اكيد. هلا في شغله بتذكرها من احنا وصغار، انه كان ممنوع واحد يوقع ويجرح حاله او يتفركش ويوقع، ممنوع ايه، لانه بياكلها قتله فوقه، هيك بصير ينتبه انه ما يوقع. كنا ايه هيدي لحتى يمنعكم بالمستقبل من الوقعات يلي بتسببها لكم الحياه، خلينا نفكر اكثر قبل ما نوقع، او شو عم نعمل لما نوقع. يعني كان تكتيك شوي ذكي انا بلاقيها، انه واحد فوق الوقعه بده ياكلها قتله. كان في مراحة كان اكيد جدا جدا جدا، لانه بيتنا القديم كان عندنا جنينه كبيره، وكنا نفرح ونمرح بهالجنينة بقى، وكان عندنا كتير حيوانات، بي بحب الحيوانات، يربي الحيوانات وهالقصص، فبسينات كلاب دجاج معزة، في كتير كل شيء، يعني ايه كنا عايشين مع الطبيعة إذا بدك. كان يحب الطبيعة، بحب الطبيعة ايه كتير.
يعني المنظر الحلو، الأشجار الكبيرة. بشير، قديش أنت تأثرت بشخصية بيك لحتى أخذت الإخراج مهني لإلك؟ هلأ تأثرت بصغري يمكن، لأنه كنت روح على التصويرات بالكوليس، يعني أحضر التصويرات أو الشيء اللي عم بتصير. حبيت هذا العالم، عالم التلفزيون. وهلأ ما أجبرت أنه أعمل هالمهنة، ولكن أنا اخترتها لأنه ما بشوف كتير حالي عم بعمل إشياء تانية بدهم تركيز أكتر، أو لنقول يعني أنا بحب هالمهنة لأنه فيها تكون مهضومة وجدية بذات الوقت. عرفت كيف؟ يعني فينا نمزح وفينا نحكي جد بذات الوقت. منا مثل الحكيم أو مهندس، لأنه إذا قال غلطة بروح أرواح أو تقصد بناية فينا أو تعرفي هالقصص. نعم. فحبيت التلفزيون والسينما بالأخص، يعني عالم الصورة عالم الفن. عالم الفن كمان. كان يتدخل بقراراتكم الشخصية، يعني باختياراتكم هيك إذا بختار هالمهنة ولا هديك المهنة؟ لا أبدا. ولا مرة طلب من حدا منكم أنه هو يكون مخرج؟ لا ولا مرة. لا. يعني ثاقبت أنا، ما بعرف إخواتي كان فيهم يعملوا هالشي بس ما عملوها. فأنا عملت الإخراج وبحبها، فعلا بحبها. بتحبها، وكمان كان في حدا داعم كمان مساعد أساسي يعني. هلأ خليني أخبرك أنه أنا التلفزيون، إخراج تلفزيوني تعلمته منه، لأنه بالجامعات ما كتير بعلمه الإخراج التلفزيوني، يعني بنشتغل على كاميرا واحدة كسينما. بكل الجامعات إجمالا بلبنان بعلمه السينما أكتر من التلفزيون. التلفزيون عالم مختلف، بتشتغلي بعشرة 12 كاميرا، خمسة حسب البرنامج، وهولي بدهم غير نوع تفكير، يعني غير سكيلز مثل ما بيقولوا، غير فبتصور انه شو كنت عم خبرين، شطيت شوي، عفوا. عم بتتخيل كأنه سيمو أسمر بتحس هيك بيقطع بخيالك لأنك عم تحكي عنه لهالدرجة، انه بحس انه في انه ما عم يسمعني اليوم، لأنه عادة كان يسمع مقابلات اللي بعملها وهيك وبعلق عليهم من بعدها. فهلأ بعرف انه ما عم يسمعني، يمكن عم يسمعني ما بعرف، بس لا اكيد عم يسمعك بمكان ما. هو طبعا الهواء مش على أسير الراديو، يعني يعني ما في رح تطلع من المقابلة ما في حدا إلا أعطيك الملاحظات اليوم. بتصور أخذت كتير ملاحظات بحياتي، يعني صرت جاهز إنه أطلع. طب هيدا الملاحظات يلي أعطاك إياها بحياتك بشير مذكرة؟ في إشياء مذكرة، في إشياء لا. وعم بتطبقها؟ ايه اكيد، لانه ملاحظاته بتجي بمحلها اجمالا، وبتجي لتحسين هذا الشخص او المهنة او الشيء اللي عم يعطي عليه ملاحظة اجمالا. بتتذكر ابرز واهم ملاحظة اعطاك اياها سيمو أسمر بحياتك؟ في كتير لا كلهم مهمين صراحة وبخدهم بعين الاعتبار علي اكيد. شي مرة حذرك من عالم الفن والفنانين وهيدا الجو انتبه منهم ولا مرة؟ لا بس انت كنت على حذر، لانه يمكن كنت تشوف الاكسبيرينس اللي مرق فيها. هلا كل العالم بتكون على حذر بحال شي بتعمله، يعني ان كان بمضمار الفن ولا بغير شي. الحذر من الاشخاص، من العالم، يعني الفن هو كفن مش لازم ناخذ حذرنا منه، بالعكس لازم نكب حالنا فيه على الاخر، لانه او نساعد الشخص اللي عم الفنان اللي بده ينطلق او اللي عم نشتغل معه على الاخر. هلا الحذر هو بالتعامل بعدين، يعني بالوفا او قلت الوفا او الغدر او هالقصص، يعني واحد لازم ياخذ حذره من كل الناس على كل حال، مش بس من العالم الفني. يعني قصدك ايه؟ هلا في كتير من الفنانين بيصدموك وعندهم اخلاق اعلى وارقى من مني او من الشخص اللي عم يشتغلوا معه. في من كل شيء بهالدنيا. وفي ناس كمان يعني تتوقعي او تنتبهي لانك ما توصلي لهيك مراحل. في ناس تتوقع منهم انه هن الافضل، بتغيروا على الطريق كمان. وفي ناس بتغيروا على الطريق، بكونوا ما بيعرفوا بصيروا يعرفوا. بنكون ناخذ حذرنا منهم، بنبطل ناخذ حذرنا منهم، انه بصيروا اكثر مقربين، اصدقاء، نفهم على بعض. او
شي مرة حكي سيمو أسمر عن هيدا العالم هيك يعني بوقت من الأوقات، هلأ فشت خلق بلكي أو لا ما كتير ما كتير يعني، لكن كتوم ببيته يعني بهنا واحد. لا ما نحكي بهالقصص يعني إلا مرور الكرام يعني، أو نحكي عن أعمال معينة أو عن أشخاص معينة. طب لما كنتوا تجتمعوا كعائلة شو المواضيع اللي كنتوا تحكوا فيها؟ شو هي أبرز ببالك. المواضيع أهم الأشياء اللي كل شيء بيخطر ببالك إنه ما في شيء مهم مثل حال العائلة يعني ما ما بعرف. تحكوا سياسة كنتوا؟ كل شيء بحب كان السياسة سيمو أسمر؟ بتابع إيه بس ما بيعطي آراءه كتير يعني، بتابع يا بحب حدا يا ما كتير بحبه يا ولا. كان عنده كمان نظرة بالسياسيين مثل ما كان عنده نظرة بالفنانين. ما بعرف هيك ما بعرف كان يعني. يقلكم مثلا هيدا كذوب هيدا بالسياسة صادق بالسياسة هيدا. بس يشوفهم هو على التلفزيون عم يحكوا كان يبين يعني، يعني يبين واحد بطريقة حكيه بكيف بيتصرف وهيك، وبتعرف انه هو خبرته وراء الكاميرا يعني طويلة منيح طبعا، فبصير يعرف انه انه ممكن يكون عم محتال او لا عم يحكي جد، او هيدا شخص طيب بده اللي عم يحكيه بده يعمله يعني بيبين على الشخص اجمالا. اكيد. بشير انت كنت فهمان هالة سيمو اسمر؟ ايه انا فهمانه، لانه بس تكون عايشه مع مع العالم كل يوم يعني تحتكي بالعالم كل يوم وتسمع الاشياء الحلوه عنه او الاشياء ان جنرال عن بيك، تعرف قديش هو مهم، قديش هو عمله عمل منه هالشخص المهم. يعني سيمو اسمر صغار يعني من احنا صغار عايشين معه فايتين معه غايصين معه إذا بدك. مشهور هو كان يعني من المخرجين اللي هالقد مشهورين بالعالم العربي. ما بعرف انه ايه كانوا العالم يعني اكتر شيء بقريه على شفاف العالم هو انه ابن سيمو اسمر يعني، بس يدلوا علي او حدا يخبر التاني انه هيدا الشيء بقريه بسهولة على شفاف، تعودت عليه لانه انا هيدا أنا ابنه لسيمو اسمر ولا بهيدا الاسلوب لا بس ما بتزعجك؟ بتزعجك لا ابدا يعني هيدا واقع ما فينا نهرب منه. هلا ما بقول لك انه ما زعجتني بوقت من الاوقات انا وصغير، وخصوصا بس فت على الجامعه يعني كان ليه كان تزعجك؟ لا لانه كانوا يفكروا انه هو يعمل شغله وهو هيدا أوكي. وهو ما باله فيه يعني، هو بعالمه وانا بعالمي، وكنا عم نعمل بروجيات الجامعه وهالقصص. فبعدين لما عملت دوكيومنتري مثلا واخذ جايزه بال 2002 او 3 بسمع وبحس انه العالم كان يفكروا انه هو ساعدني فيه وهو مش مطلع عليه ابدا يعني. فعملت عندي رياكسيون بعد عكبر اكتر، بس صرت اعمل كليبات واشياء تانية برات التي في يعني، لانه في فترة اشتغلت معه فترة طويلة. كانوا يسألوني كلهم انه هو مساعدك هو هيدا، وهو كان يحضرهم مثل غيره على شاشة تي في بس ينعرضوا. ولا مرة هو أعطاك أفكار كلا لمساعدتك بجماعتك لا أبداً. أبداً. لا أبداً يعني أنا ولا أنت كنت يمكن أنا بقول تسترجي تسأله بلا بسترجي أكيد بس إنه ما كنت بحاجة يمكن وقت أو كنت عم بتكل على حالي وكنت ما بدي أقوله إنه أنا ابن سيمو أسمر، بدي أقوله أنا بشير سيمو أسمر. فبتفرق هذا الشيء. اليوم العالم تنظر لك على انك بشير اسمر يعني ولا بشير سيمو اسمر بعضهم يعني؟ في الاثنين بس ما بعرف انا يعني هن كيف بينظروا لإلي شيء بخصهم لهم، انا ما فيني فوت براسهم واعرف كيف عم بفكروا. تخطيت بتخيل انه هيدي المرحله إيه بطل كثير مهم بالنسبه لك العالم شو بتفكر؟ إيه مركز على شغلك وعندك كثير اشياء تعملها غير انه تحليل افكار العالم ما فولا او نسمع شو بيقولوا. ايه هيدي بلا طعمه يعني بالنتيجه صحيح نتعايش معها مع الوقت. بشير قلت لي هيك بخلال الحديث انه اشتغلت مع سيمو اسمر. مزبوط هيدا الشغل إيه مع اشتغلت مع بي فترة طويلة على كذا برنامج، كنت هيز اسيستنت يعني المساعد الأول بال هو طلب منك تجي تشتغل معه ولا أنت ولا ظروف سيئة هيك ولا لا؟ يمكن هو قال لي إذا بدك تعا وساعدني بهالبروجرام وهيك، ويمكن إيه
ما بتذكر كيف وصلت، بس انه كان يعاملك كمساعد، كان يعاملك على اساس ابنه لا كمساعد. لا لا اكيد كمساعد، يعني في عيطات من وقت للتاني، في صريخ من وقت للتاني. ايه اكيد، يعني بتعرفي شغل التلفزيون شغل دقيق كتير، وخصوصا لما نطلع لايف ببروغرامات كبيرة ساعتين مثل اي برامج اشتغلت فيها مع في كتير برامج. بلشت بساعة بقرب الحبيب يمكن بآخره تقريبا، آخر 10 حلقات لمن يجرؤ فقط. كنت كمان روح أوقات حسب فراغي، لأن كنت بعدني بالجامعة. بعدين اشتغلنا ميشن فاشن كذا كذا سيزن، ستار أكاديمي 1 كنت معه كمان استوديو الفن على شاشة الانتيفين. لا استوديو الفن كنت أنا المخرج، كان هو بالجوري، هو المساعد. مش المساعد، لا هو صاحب الفكرة والمعد، بس أنا كنت المخرج. لا ما فينا أقول عنه مساعد أبدا باستوديو الفن. هو كان يطبخ الطبخة يعني. هلأ نحن كنا نعمل الكاستينج ونجمع المواهب للحلقات. يعني سأبك أنت بشير، إنه غير إنه ابنه لسيمو أسمر، إنه في حظ كمان معك، إنه ساعدك كمان إنه تشتغل معه وتاخذ خبرة. إيه أكيد حظي إني اشتغلت معه، لأنه هو مدرسة بالتلفزيون صراحة، وعلم أجيال من المخرجين اللي اليوم هن بالصفوف الأول. لما كان يعيط عليك، لأنه قلنا قبل شوي إنه كان فيه هيك شوية بالشغل. إيه؟ كنت تزعل؟ لا ترجع تقول له انه ما ابدا ما ازعل، ما معه حق، لانه الشغل بده حدا يعني اذا يعني إذا كان يفصل فظيع، يعني كان هالقدره على انه يفصل بين انه هو والدك وهو المخرج. لا لانه بالشغل ما بيعرف حدا، هو بيعرف الشغل وبيعرف النتيجه اللي بدها تطلع، يعني الكلمه اللازمه بتنقال، واللي بيستاهل عيطه بياكل عيطه يعني. وكل الناس اللي اشتغلوا معه بيعرفوا هالشيء، انه محبته بالشخص على قد العيطة على قد محبته بهذا الشخص، لأنه يكون أفضل وينتبه على شغله أو يشتغل صح بالوقت الصح كمان. يعني بشغلك باستوديو الفن يعني كمخرج كان راضي 100% على إخراجك؟ إيه أكيد، قال لك إنه خلاص صار فينا هيك فيك تنطلق بهذا العالم. إيه بآخر استوديو الفن عطيني جايزة اللي هي جايزة المخرج الواعد بالنسبة له. ايه فبتصور ايه اكيد كان راضي. فاجأك فيها ولا انت كنت عارف؟ لا ما كنت عارف، فاجأني فيها. حتى طلعت على الاستلمه وما محضر شيء يعني، فاضطريت ما اقول شيء وفل. بندم على هاللحظة لانه كان بدي اقول شيء، بس عن جد ما كنت محضر ابدا. بينت يعني هون انه هي مفاجأة. صحيح. مفاجأة لك. صحيح. بشير، فينا هيك نحكي شوي عن مرحلة المرض بحياة سيمو أسمر؟ ايه متى بلشت؟ هلا بي كان عنده كذا مرحلة مع الصحة، يعني مثل ما بقوله ما بعرف اذا همل صحته ولا كان هالقد مشغول بشغله، لانه بس انه أول فترة عمل جرحة قلبية بالتسعينات لما كان بعده بدخن، ووقف الدخان وكنا صغار نحن، وفيت على المستشفى شي 10 أيام يمكن. فبعدين رجع كان عنده مشكلة بالكلوة، فزرع كلوة وعمل عملية ومشي حاله. لا بآخر فترة عم نحكي هولي آخر 15 سنة يعني، أو هيك شي تقريبا 2006 زرع الكلوة. فبالآخر صار عنده كانسر، وآخر فترة تفشى كتير كان حدا بيتحمل الألم؟ ايه كان حدا على طول. ايه بيتحمل كتير، يعني يفوت على العملية ما بتفرق معه، عارف انه بده يظهر وبده يكفي. كان يمكن يوثق بالطب او بالاطباء اللي كان عم يشتغل معهم او يشتغلوا معه بالاحرى او عم بداووه، خلينا نقول يوثق فيهم وما يخاف ابدا من العمليات، من لانه يعني في اكثر من عمليه يعني مرق فيها. كان جبار يعني، خصوصا بس واحد يزرع كلوه بيبقى شهرين منعزل كمان باوضه، ممنوع واحد يفوت لعنده هالقصص. يعني لا كان يخاف من الوجع، ولا كان يخاف من المرض، ولا كان يخاف من العمليات. كان يعني هو فات على العملية، هو شجعنا بدل ما نحن نشجعه، يعني نحن خايفين عليه أكتر ما هو خايف على حاله. غريب كان جبار يمكن فينا نقول.
يمكن بيستاهل هالكلمة. طبعا كان يخاف من الموت؟ موت ما بعرف ولا مرة حكينا فيه معه. ما كان يحكي عن الموت، متجاهله كأن أو ما عندي فكرة، بس ما كنا أبدا نحكي بالموضوع لا بمرحلة بداية المرض ولا بآخر مرحلة من المرض. هو كان فيه هالقد أمل أنه عطول ما بعرف ما كنا نفتح الموضوع ما عندي حتى لما يسمع عن رحيل الكبار يلي هو أعطاهن ويلي هو أسسهن ويلي هو لمعوا من خلاله، لما يعرف عن رحيلهم عن موتهم هلأ بيزعل أكيد، بقول دعانه أو هيك قصص، بس مش أكتر من هيك. ما تفتحوا يعني سيرة الموت؟ لا أبدا. بتخيل أنه كان متجاهل للموت؟ ما بعرف، أو ما يعطيها الأداء أهمية، ما ضرب لحساب. بتعرف الموت بيغدر يعني، ما حدا بيعرف إمتى، فيمكن كان مأجله للموضوع لبعدين. ما عندي فكرة. إجا الموت بوقته بتعتقد بحياة ولا كان إنه ما حدا طول بعد؟ ما حدا بيقول عن شخص بحبه إنه الموت جاب وقته، يعني كلنا بنتمنى إنه واحد يعيش بعد وبعد وبعد، حتى لو صار عمره 100 سنة لأنه ما بنشبع. هي هذا الطمع الإنسان لو حتى عمره 200 سنة. صحيح صحيح، بس بوقته أو مش بوقته ما فينا نقول لك. يعني كمان إنه بي عمل كاريير كتير طويلة، عمل تقريبا كل شيء بيحلم فيه حققه، ما بعرف. ف بشير شي مرة أنت قعدت هيك قيمت كاريير سيمو أسمر؟ ايه بهالجمعتين اللي قطعوا. يعني قد ما شفنا قصص على التي في ويرجعوا يعيدوا ومقالات بالجرايد واتسترا، يعني بيرجع الواحد بتذكر بوعه الذاكرة على اشياء كان يمكن نسيها او غاضد النظر عنها ومش وقتها. فايه برجع، بس ارجع قيم بقول انه واو عمل انجازات طويله، و يعني اسم الله عليه كان فعلا فيري اكتف، كان العقل المدبر والمخطط والمنفذ اكيد كل شيء اكيد. بس انه كمان في كم هائل من البرامج، كم هائل من الفنانين، كم هائل من المشاريع اللي عملها، يعني حياته كانت حافله مثل ما بيقولوا. نظرت إلى الحياة الناجحة بحياة سيمو أسمر، في أشياء منا أكيد ما حدا، ما في شخص بيخلى من الفشل. هلا الأشياء الفاشلة أقل بكتير من الأشياء الناجحة، فيمكن نغض النظر عنها أو ما بنتذكرها حتى. بس كمان الفشل والنجاح كمان نسبة. يعني في أشياء العالم بتقول إنه هيدا شيء ناجح، وفي اشياء يعني ما فينا نعرف. كمان النجاح هو نسبة، ومش عنا عند العالم، خصوصا بس تشتغلي بالتلفزيون او بالاعلام. انت بتعطي اللي عندك والقرار بيجي من الاودينس، يعني مين عم يحضر ومين عم بيشوف، وهن بقرروا اذا هذا الشيء ناجح ولا ما بيقطع. مثل بالفن، يعني واحد بيفكر حاله عم يعمل غنية هيت، بتنزل غنية ما بتعمل شيء، او ايام بيكون مفكر هالغنية ما رح تعمل شيء بتنزل وبتكون هيت وبتفاجأ. صحيح. لأنه أذواق العالم غريب، مش غريبة بس ما فينا نتوقعها 100%. يعني تزامنت مع مرحلة المرض مشاكل سيمو أسمر الثانية المادية، يعني كله إجا مع بعضه؟ هو إيه تزامنوا المشاكل سوا كلهم بمرحلة. ايه كان كمان مريض وعنده مشاكل مادية شوي كمان. هاي المشاكل المادية كانت ناتجة عن شو؟ العالم يمكن اليوم تسأل. خليني أخبرك، بال2005 2006 بالأحرى قبل حرب تموز كنا فتحنا نهر الفنون بعلي، إذا بتتذكر فتحناه لجمعة أو جمعتين، جمعة ونص، وعلقت الحرب بوقتها بال2006، ف راح الموسم الصيف وسكرنا لأنه هو مطعم أوبلانير، يعني بالهواء الطلق. نعم. بقى خلصت صيفية يعني، وما كان في سواح وما كان في شغل، فاضطر يخسر كتير مصاري من وراء هالمشروع. من بعدها بكم شهر احترق نهر الفنون يلي كان بنهر الكلب. فوالا سو خسارة أكبر بعد. هيدا هون نهر الفنون في عليه كمان كذا نقطة استفهام، انه قيل انه هن اصحابه حرقوا. ما بتصور يعني حدا عنده شيء ماشي سمعتوها لهيدا سمعناه هون العالم بيحكوا اهين شيء الحكي يعني اليوم.
بس الحقيقة هو نشيل اتهامات. ايه الحقيقة هي انه ما حدا بيعمل تحفة فنية برجع بكسرها. يعني ما بعرف وين، خصوصا حدا مثل سيمو أسمر اللي اشتغل كتير ليعمل له الفنون من 96 ل 2006، يعني تقريبا بعد 10 سنين. وحدا ما بسكر شيء بعيشه أو بطلع له مصاري. نعم. which is very normal. صحيح. لا أكيد لا، نحن زعلنا كتير صراحة أنه احترق وحوادث بتصير، يعني كان ماس كهرباء ولا كذا، يعني أنه كان في كذا احتمال لشو اللي حرق حرق المطعم. فهي كانت خسارة كمان كتير كبيرة مادية. آخر شيء كان عندنا أمل باستوديو الفن تونس ب 2011 لما رحنا على استوديو الفن على تونس لنحضر، وقعدنا هونيك 6 شهور وعملنا الكاستينج وحضرنا الديكور، وكنا على تقريبا 20 نهار قبل ما نطلع على الهواء، واندلعت الثورة بتونس. فاضطرينا نرجع، وكمان عم نحكي عن مبالغ كبيرة يعني بالبروجيات. كل هول التراكم الخسارات بيقدوا انه واحد ينكسر بالاخر بس مادية. مش هينة يعني هيدي الكسرة المادية. ايه هيدي العالم يمكن ما بتعرفها او ناسي هالحوادث، وبفكروا انه ما بعرف انه بي بيصرف كتير او بيعمل انه هين واحد من هون صار في تشكيت بلا رصيد. لا بعدين رجع اخذ نهر الفنون وجربنا نعمر مرة تانية لان كان بعده محروق مثل ما هو، وهون صار يدين شوية مصاري ليقدر يعمر. وبتعرف الحالة من وقتها لليوم سياحيا ما كانت منيحة. فله الفنون هو أول شيء، أول وآخر شيء، هو مطعم سياحي ترفيهي. نعم. فيه بروغرام سياحي. سوز ما في سواح لمين منفتح. فتعسرت الأمور. وتراكمت الديون. ولا بالدولاب. ومشان هيك صار فيه تشيكات برا رصيد، ومشان هيك خلص بالحبس 10 أشهر. ولا. قبل ما نوصل للحبس. يعني بدنا نوصل. وصلنا يعني هيدي، بعرف انه هيدي المرحلة كانت كتير صعبة بحياة سيمو أسمر، وهي ما بتليق فيه يعني بالنتيجة. بس هالي تشكيت البلا رصيد هي اللي وصلته للحبس، مش شي تاني. لا اكيد لا. سمعنا بكتير اشياء تانية، وهين انا فيني هلأ اخترع لك قصة وقلك ليش ممكن يكون فات على الحبس. ما كان ممكن انه تتفيدوا دخوله لا ما كان فينا نتفيدها، لانه بي بيمشي على القانون. ويعني بشغله، يعني بتشوفي بشغله هو، يعني اذا بتقري بين الصور تبع البرامج او الفنانين اللي اطلقهم بتعرفي قديش هو حقاوي. بتعرفي انه هذا الشخص اذا بيستاهل يوصل انا رح ساعده رح يوصل، وإذا ما بيستاهل ما فينا نكذب على العالم ونوصله بالقوة. مزبوط. ما في يفرضوا على الناس بالنتيجة. يعني بالنهاية إذا أو مثلا بالبرامج، أنت ما تنسي أنه عامل كتير برامج ألعاب. ألعاب يعني فيها ربح، ربح يعني فيها مصاري، يعني الناس عم تحط جوائز مصاري للمشتركين يربحوها. فاللي بيربح ببرامجه هو بيستاهل أنه يربح، ما في تزعبر، ما في هذا حقه، دونك بياخد حقه. ومعروف هو بهذا الشيء، حتى بالكومبيتيشنز كان يعملون، او كان يعني كل شيء مباراه بين تالنتس او هالقصص، ما في زعبر عنده. اللي بيستاهل رح يربح، واللي ما بيستاهل ما رح يربح. فمشان هيك هون بنرجع للحياه العاديه، انه اذا هو غلط بالشيكات بيستاهل الحبس فليكن بفوت. ولا هيدي مرحلة السجن بحياة سيمو أسمر كمان، هيدي تقبلها مثل ما تقبل الألم كتير. ايه كان كتير عادي مع الموضوع، انه اعتبر انه هو عمل تشيكات بلا رصيد انه مصير للسجن. لكن بي ما عنده، يعني كيف بدي اقولك، بيفهم الأمور بشكل غريب، كيف بدي اقولك، ما مش عم لاقي الكلمات. بيتقبل يعني الوضع مثل ما هو. ايه وبيتأقلم معه وما بيجرب انه وبيعرف انه هو انسان مثله مثل غيره بالنهاية، يعني حيلا حدا في فوت اليوم على الحبس. مزبوط. ان كان هو ولا غيره، هلأ هو اوكي في انظار عليه وفي ميديا وراه وفي ومعروف، بس انه بالنهاية انه حيلا شخص بس يفوت على الحبس بده يتأقلم كمان مع الـ طب هيدي الميديا بهذا الوقت
ايه هلا الميديا كانت شوية مزعجة قاسية مزعجة لنقول قاسية مش كتير بس انه مزعجة لانه واحد بيكون عم بفكر بشي تاني بتجي الميديا شو عليها. عملت الميديا هون يعني بتعرفي شو صار يعني وتسرب صور وحكى كتير قصص وطلعوا اشاعات واخبار ما إلها طعمة فبتزعج ايه لانه ما كان لأنه ما كانوا حقيقيين من الموضوع قبل ما يحكوا شيء الصحافة شغلتها تنبش على الحقيقة في منهم ما له جلادة يمكن بصيروا يخترعوا اخبار يعني بتعرف. قبل نشر الحقيقة مفروض كانوا انه يتأكدوا من صحة هيدا الاخبار أكتر الميديا يعني دغري اطلقت التهم يعني بتعرفي اهين شيء واحد يعمل سكوب انه يألف فكرة او يألف خبرية وينزلها بعدين مع الوقت ببين اذا صح ولا غلط بس مين وايل بيكون عامل السكوب تبعه بمطرح من المطارح قلت بشير انه انت بدك تقاضي البنت يلي سربت الصورة لسيمو اسمر داخل السجن شو صار رجعت لحقتها اكيد لا ما لحقتها مش بس هي اعتذرت كيش وقتها اصلا يمكن يعني ايه ما كان وقتها ابدا كنا مهموكين بغير اشياء بس هي طلعت على التلفزيون واعتذرت صراحة هي صديقة لإلي كانت وبعدها صديقة ايه بعدها صديقة ايه اكيد فطلعت واعتذرت على الوقت مع زافان طالعة بس لتقول انه انا بدي اعتذر انه سربت صورة ما كان تسرعت لسربها او تسببت بازعاج للعائلة وهلأ بفهم شو الاثر تبع هالصورة وبتمنى انه ما كنت سربها وهي قصص وهي الصورة فينا الماء انه عادية انه حدا نايم بالسجن انه عم بطرح عليك هيدا السؤال لانه نحن من اسبوع كنا هيك انا واصحابي عم نحكي وعم نحكي عن سيمو اسمر okay. احدهم بيقول لي انه انا ما زعجني بقصة سيمو اسمر غير الصورة يلي كانت لقله يعني لا ما بتليق يعني الميديا ما كان لازم تنشرها حتى بتزعج لانه سيمو اسمر لانه سيمو اسمر كان حدا يهتم بصور العالم بصورة هالاشخاص اللي اشتغل معهم او بصورة لبنان ككل لانه ال بي سي بتعرفي كانت صورة لبنان لفترة طويلة الى العالم كله بقى حدا هالقد بيهتم بالصورة وبيهتم بجمالية الصورة وبيهتم برقي الصورة يتعامل بهالطريقة يعني يحطوا له صورة هالقد شو كانت ردة فعله لسيمو أسمر بس شاف الصورة شو كانت ردة ولا شيء كل شيء كان يتقبله بهيدي القوة يعني مرض سجن إساءات لأنه كان حقيقة والحقيقة يعني ما بتزعج إذا بنعرف نتقبلها يعني الحقيقة حقيقة هذا حق الحقيقة حق يعني إذا واحد عمل شيء وعنده يعني طيب أنتوا بهيدي المرحلة بشير كعائلة كيف عشتوا لهيدي المرحلة؟ ما بعرف كيف بدي افسر لك بس انه ايه كانت مرحلة مضطربة مثل ما بقولوا كنا شوي بس انه عم بتجربوا تلاقوا ما خارج يمكن او ايه يعني عم نجرب قد ما فينا لان نشوف كيف انا نطلع من هالمشكل وبس واجمالا كنا نضلنا عنده فوق يعني مين عنده. اللي كان يقوي مين انتو كنتوا تقوي لسيمو اسمر ولا كان يقويكم لا هو عطول 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 يعني قليل كتير انه نحن نجن له شي عطول هو مع انه المشكل عليه واقع بس هو يقوينا كان عنده مبررات لإلكن أنه ليش هو صار هون؟ نحن بنعرف شو المبررات عايشين كل شيء بتفاصيله بنعرف طيب لما طلع من السجن طلع على أي أساس؟ نعم طلع على أي أساس لما طلع من الحبس؟ في تشيكات ولا رصيد وهيك؟ غطينا المبالغ رديته بس أنه مش كل شيء اللي بتعرفي أنه اللي بتشك عليك بالشو اسمه هو المبلغ نفسه اللي بتدفعيه وبتعرفي بالسجن وقت الواحد بيقعد على السجن بيكون عم يدفع مبلغ كمان بذات الوقت يعني القعدة بالسجن حقها مصاري ما بعرف هيك بيقولوا بال دونك هيها مين اللي كان واقف حدكم من هالجماعة الفنانين وال في كتير ناس والاعلاميين اللي في كتير ناس وقفوا حدنا في كتير ناس ما سمعنا صوتهم وكتير عادي يعني في ناس بتنشغل بأشياء تانية وفي ناس بتسأل على التليفون وفي ناس بيجوا بيساعدوا وبيشوفوا شو بدنا مثل وين ما كان فينا نعرف مثل مين يعني كان مش مثل فينا نعرف مثل مين مثل مين كان واقف حدكم ما يعني. ما بدي أقول أسامي ما بدي فوت بأسامي بس إنه الحمد لله يعني في ناس فنانين ومعروفين ومش فنانين
مش معروفين. لأنه قلت لما طلع سيما أسمر من الحبس كترت كتير الحكي على المواقع الإلكترونية، كلهم كانوا عم بيهنوا. أنت قلت، غردت على تويتر، قلت أنه أنا كنت بتمنى أنه هيدي هالأشياء أنه كانت توصلني هالاتصالات من الصحافة والشخصيات والفنانين، لما نحن كنا بحاجة لإلهم. مزبوط. هلأ بفهم أنه العالم بتخاف، بتخاف انه واحد يتلفن لك وانت بموقع ما تقدري تحكي، او يعني ناس بتلبكوا كمان وقت يصير شيء وبدهم يسالوا عن حدا. في ناس بتلبك، في ناس بتجي بتحمل حالها وبتجي وبتشوف شو بدك، شو عايزه، كيف فيني ساعدك الى اخره. وفي ناس بيبعتوا بس مسج او بتلفنوا مره او مرتين، يعني حسب كل واحد هو وفضعوته يعني. هو بس هودي الناس اللي سألوا بينعدوا على أصابع الإيد الوحدة ولا على أصابع الإيدتين ولا من دوبلون ولا شو؟ لا، أنه لقلك أنه في ناس مش معروفة، مش مشاهير يعني، كتير اهتموا فينا أو اهتموا بالشغلة. وفي ناس مشهورين كمان ساعدونا، ما فيني عدهم يعني، ما عندي، مش ذاكر بالضبط لأنه قديمة القصة. بس أنه في هيك في هيك. وين المشكل؟ ما في مشكل. بس لأنه قيل أنه ما حدا كان واقف إلى جانبكم. لا، مش مزبوط. لا، ما كانت عندكم هالقد لومه. أنت اليوم عم بتكون شوي سياسي. لا، شوي مش ما حدا أكيد. دبلوماسي يعني بخلال الحديث. لأنه يمكن ما بدك توقع بمشاكل ما حدا. لا، مش قصة هيك. بتفهم يعني العالم أنه في ناس عملك بتخاف، ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا وبفهمهم. وفي ناس بتلفنوا بيسألوا على التليفون بس، وفي ناس بيجوا بيقولوا شو بدكم، شو عايزين، كيف فيني ساعدكم. يعني كل واحد عنده ظروف بالنهاية يعني. في ناس ما فيها لأنه بأحدى المرات يعني كمان حضرتك على بأحدى المقابلات بتقول أنه أو قيل أنه أحدى الصحف الخليجية كتبت تحت عنوان سيمو أسمر لم يجد وفاء إلا من ماجد الرومي، نجوى كرم ووائل كفوري. أنت غردت على تويتر وقلت الحقيقة إذا بتنقال تصدم. فوالا، قل لي الحقيقة. طيب اليوم دغري هيك إذا في حقيقة لابد من قولها، خلينا نسمع الحقيقة. هو أنه أنا أكتر من هيك، نقال أكتر من هيك. لا، أنه هني أكتر من هول. أكتر من بس هني هولي مزبوط وفي غيرهم زيادة يعني. أكيد بس هاي اللي بتصدم أنه هني أكتر يعني. لا، اللي بيصدم أنه في ناس بتوقع منها بس أنه ما بتبين، وفي ناس ما بتوقع منها وبتبين. يعني هيدي الحقيقة وبتصدم. أنه عن جد بس توقع المشكلة يعني بتتفاجئ بالناس إليك زمان ما شفتيهم تلاقيهم حدك، أو إنهم زمان غايبين بتلاقيهم حدك. وبذات الوقت في ناس بتقولي لا هني مفروض يكونوا هون، بتلاقيهم اختفوا. فهيدا اللي بيصدم هون، هي الصدمة هون. ايه يعني. انه غريب يعني، غريب. انا افتكرت الصدمة هي غير هيك. الصدمة هي انه اذا انه هول لا مش مزبوطين. لا وهي هي لانه نحن شريرين شوي بافكارنا يعني. شفت ليه؟ بتشطوا بالخيال بنروح مش ان هيك نصلح لنا افكارنا. عم جرب قد ما في. لهيدا السبب نحن عبالنا انه بخلال هيدا الحديث نعرف اشياء زياده ونصلح الافكار اللي موجوده عنا. قديش في ناس كان عبالها تشوفكم مكسورين عائله الاسمر؟ مكسورين؟ يعني محبطين، زعلانين؟ ما بعرف ما عندي فكرة. في ناس كانوا شامتين؟ هلأ كله على السوشيال ميديا يعني. بالنسبة لي على السوشيال ميديا هن الناس اللي بخافوا يواجهوا الشخص بالواجه. هو عايشين يعني بعالمهم الخاص. ايه، هو جبنا بس بيكتبوا على السوشيال ميديا وبيهربوا. بيقولوا فيك اكاونت او شيء. بترد انت بالاجمال على هولي ولا ما بترد؟ لا، هيدي تعلمتها من بيي، انه شو ما صار شو ما صار ما حدا، انه ما نرد على حدا، لانه الحكي رح يضله حكي. والفعل اقوى من الحكي يعني. شغله الواحد اهم شيء. واكيد الناس رح تحكي، ما هي شيء طبيعي، ما حدا في يوقفهم.
هي طبيعة الحياة يعني، أنا في ناس بدها تحكي ما يعني هي، إنه وخصوصا إذا واحد بده إذا صار معروف أو مشهور أو بيشتغل مع المشهورين، فأكيد بدها تحكي يعني العالم، لأنه الشهرة لها ثمنها يعني بالنهاية، بيتحمل الواحد وبده يتوقع كل شيء طبعا أكيد، وبده يطنش أكيد، لأنه بالنهاية هول بس هول كلهم اللي عم بتقولهم بدهم تمرين يعني، الواحد بده يتمرن عليهم ليقدر ينفذهم بحياته. بتتعودي مع الوقت يعني، قد ما بتسمعي اخبار تمرن منيح يعني. قد ما بتسمعي اخبار اول شيء بتعصبي، ثاني شيء بتطنشي، اخر شيء ما بتقولي بتصير لا تبالي يعني بالاخر. خلص بتقطعي عنهم. الأيام الأخيرة من حياة سيمو أسمر يعني، لما بلشنا نعرف إنه حالته صارت كتير صعبة، هون بيخبرني شوي عنا لهيدي المرحلة، هو كان واعي، هو كان عم يحكيكم، هو آخر مرحلة بتعرفي يعني قلنا بقينا شي شهرين ثلاثة أكتر نروح على المستشفى ونرجع يومين ثلاثة أيام 10 أيام يعني، بتعرفي الواحد بصير عنده نكسات صحية وبتعرفي هالمرض يعني عنده علاجات بدك تتابعيها، فنروح ونجي ونروح ونجي، وحالته تسيء أو تتحسن أوقات حسب الأيام يعني صراحة. فبالآخر آخر فترة قعدنا شي 25 يوم بالمستشفى بين العناية الفائقة ما هي مزبوطة فائقة عيني الفائقة وغرفة المستشفى سوا مش أهوال بالسوا ما أنا بجرب ما أحكي ما أطلع كلمات إنجليزي أو فرنساوي لأنه بآخر مقابلة لي على الراديو انبسط مني بي وقال لي برافو صرت تحكي عربي فول عربي يعني كل عربي عربي يعني بالعربي وهذا شيء منيح، فعم جرب على طول حاول ما ظمت فرنساوي أو إنجليزي أو أوكي إذا هيدي ملاحظته لبيك إيه إحنا لا أنه بالعربي لازم نحكي لأنه نحن هلأ بس في بعض أوقات الكلمات إيه يعني ما بتنقال يعني بس بضلني لاقي لها شيء. أوكي كنا بالعناية الفايقة من النوم بقى فبهالمرحلة كانت وضعه دقيق يعني أكيد وينام فترة طويلة ويوعى وكان طبيعي يعني يحكينا ويتذكر كل شيء ويحكي وعادي وحتى يتلفن للعالم ما في مشكل. لا بالآخر آخر يومين تقريبا كان ما كتير عم يوعى بقى ما عم يأكل وما عم يحكي كتير كان هون الطبيب بلش يحطكم بالجو يعني كنا فتنا بالجو إيه يعني آخر جمعتين يعني بس إيه كان يحكي بالإشارات يقول إيه ولا وشو انه بتعرفي هالقصص لانه ما كان قادر بقى يحكي كتير انحكى كتير عن انه كان له وصية اعطاكم وصية هلأ نحن ما كنا عارفين بالوصية ولكن عارفين بالمشروع اللي كان هو بالوصية بدك نحكي عنه هلأ اكيد اوكي هو الفكرة اللي هي اوبرا دي ليبان هو فكرة طلعنا فيها أنا وأصدقاء لسيمو أسمر لنعمل له أوماج أوكي لنترك له شيء خالد من بعد رحيله ولا أو انتقاله نحن مسيحيا من أوليك ولا انتقاله كمان تزبط هي تعرفي عملنا جمعنا بعضنا وطلعنا بهذه الفكرة اللي هي أوبرا دي ليبان اللي هي جمعية غير حكومية منظمة غير حكومية عفوا بتساعد الفنانين الكبار بالعمر أو اللي بيتقاعدوا لأنه يعيشوا بكرامة بهالبلد فبعدين عرف فيها هو أكيد وحب الفكرة وسجلنا الـ NGO أو على المخبر يعني إيه أكيد. هيك وبعدين حتى هو بوصيته انه اكتشفناها يعني نحن مثلنا مثل كل العالم يعني على السوشيال ميديا بالميديا يعني اكتشفنا انه ايه حاطط بالوصيه انه بده هذا الشيء يتنفذ وبتصور نحن عملناها كرمال انه كثير بتعرفي بهالايام عم نشوف فنانين كبار بالعمر او ناس خدموا هالوطن على مدى سنين وأجيال وعم
تكون حياتهم بالآخر صعبة. صحيح. صعبة مادياً أو معنوياً أو صحياً. وبتعرف الفنان وقت ما يشتغل آخر 10-15 سنة يعني بدأ بيكون بحاجة لدعم. فهيدي الأوبرا أوبرا جوليبان يعني المصاري اللي بتلمهم من هالحفلات أو أو النشاطات اللي بتصيروا الفنية اللي بتصير بهالدار الأوبرا بتروح لمساعدة هؤلاء الفنانين كرمال يعيشوا بكرامة، يكفوا حياتهم بكرامة، يكون كتير. عندهم بيت مش يظهروا من بيتهم، يفوتوا على المستشفى مش يوقفون على الباب، يتكرموا مزبوط قبل وفاتهم، يعلموا إذا فيهم يعلموا، إذا ما عندهم شيء تاني يعملوه كإنتاج فني يعلموا الأجيال طالعة، لأنه هي كناية عن مدرسة لجميع الفنون، بذات الوقت فيها صالة الأوبرا الكبيرة. لكن هذه هي الوصية اللي على صعيد الشغل والجوب يعني. هل كان في عنده وصية خاصة لكم؟ لا ما يمكن بعد ما عرفنا فيها بس ما بتصور. الوصايا كانوا يعطينا اياهم ديريكت بوقت الحاجة يمكن وصينا. بس بتصور الأوبرا دي ليبان هي حلم كان عباله هو يحققه، يكون معنا لنحققه. بس ما نطر روحه موجودة معكم، وأكيد أفكاره يلي أنتو بدلكم تتذكروها من وقت لتاني. بشير، كل العالم تعتبر أنه سيمو أسمر كان بحاجة بوقت من الأوقات لدعم مادي ولدعم معنوي، بس ما حدا كان بجانبه، ولكن ما فينا نقول ما حدا كان بجانبه، البعض يعني البعض كان طيب. فيه، ما بدنا نجزم يعني نقول ما حدا، لأنه ما حدا يعني ما في حدا. البعض أكيد، والبعض التاني ما كان. البعض التاني شفناهم بالدفن يعني بالتعازة، في ناس اجوا عادي يعني انه واحد اشتغل سنين مع شخص بس بده يتوفى، اقل هو انه يروح يعزي فيه او شو السؤال؟ انت بتعرف بدك اسامي؟ لا 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 ما بدي اسامي، ماني من هول الاعلاميين اللي بفتشوا على هول الاسامي. رح اقول لك ليش. خليني اخبرك شغله بطبيعه الانسان. بتعرفي لما انا بعزمك على فرح مثلا، بدي اتجوز، ببعث لك عزيمه، واذا ما جيتي بزعل. مزبوط. ولكن بالحزن ما في عزايم. بالحزن انه نحن بنروح بنأدي واجبنا يعني. أوكي. كل واحد بيعزم حاله. يعني كل واحد بيعرف شو علاقته مع هذا الشخص او مع عائلته، وبروح بيأدي واجب. فوالا. دونك ما كان في ناس معزومه، ولا عزمنا حدا، ولا بدنا، ولا عتبنا حدا ليه جيت وليه ما جيت وقد ايه جيت وشو عملت يعني. هيدي كل بتجي من اخلاق الشخص. هلا طبعا اساسا الوقت يعني والظرف ما بيسمح انه الواحد يعاتب. مزبوط. بس الاغلبيه يعني كانوا موجودين، الاغلبيه الاصدقاء المحبين او اللي اشتغلوا معه اجمالا كلهم كانوا موجودين، واللي ما قدروا اتصلوا. يعني هيدا البعض يلي ما كان موجود حده على الأقل معنويا باللحظات يلي هو كان لازم يكون موجود حده معنويا، كان موجود بالتعازن. احنا ما عم نحكي ماديا، عم نحكي معنويا. احترام له يعني بتصور يعني تأدية واجب واحترام لشخصه. فليش لا اجوا. كان في عدد كبير. في عدد كبير. ايه شفناهم على احنا كنا عم نشاهد على التلفزيون. وعلى التلفزيون كمان احنا شاهدنا انه في البعض منهم من هالاشخاص يلي احنا باحترام انا عم بحكي، بس عم اقول انه انا شو شفت. في البعض هو وعم يدخل على سالون التعزيه بعدهم عم يحكوا بمشاكل سيمو اسمر، يعني جايين عم بيعزوا وعم بيقولوا انه كان عنده مشاكل مع كتير فنانين وبلا بلا بلا، وهذا الحكي يلي لا يجوز يعني بحرمه الموت. ماني حدا ثقيل يعني عم بحكي، بس بتخيل انك شفتهم على التلفزيون. انا لا ما حضرت، انا كنت هون انه جاي يتعزي، انه ليه بعدك عم تحكي بمشاكل بالمشاكل يلي مرق فيها؟ انه مشاكل بتقطع على كل الناس يعني. انه كل العالم عندها مشاكل بالنهايه. كل عالم عندها حسناتها وسيئاتها. هلا واحد شو بده يحكي؟ يصطفل يحكي بده اياه، بس ما رح يغير شيء بتصور.
ما عندك عتب على شيء شفته بالمصار ولا شيء؟ ما عندي عتب على شيء لأنه ما راسي ما كان هونيك إنه طب أقعد هلا هلا بالعالم. بتقييمك لا أبدا، بالعكس ما عندي عتب، بدي أتشكر العالم اللي إجوا وقفوا حدنا وأدوا واجبهم يعني. وهيها انت من اي منطلق بشير؟ هلا انت ما عندك عتب من منطلق انك لانك ابنه لسيمو لا اسمر، لا لا ما بدك ترجع تروح على هيدي الامور لا، لانك بتعتبرها من سخيفه، ولا منطلق من منطلق انك انسان بحلك من اي مسيحي منطلق. بتمرق الاشياء بتسامح اول شيء من منطلق انه لازم نسامح بالحياة ومش مرة وكذا مرة ونعطي فرص تانية. شغلة تانية انه اذا صاحب العلاقة ما عنده تعليق، يعني اللي هو بي علاقته مع هالاشخاص شخصية، يعني اذا هو ما عنده عتب انا ليش بدي يكون عندي عتب؟ انا فرد من عائلته وهول الناس هو اشتغل معهم، فانا ما بعتب على حدا، بالعكس انه يلي اجا اهلا وسهلا، انه اجا واللي ما اجا اللي اجا شكرا يعني. واللي واللي ما اجا عنده اسبابه، يعني في ناس كانوا مسافرين اتصلوا، في ناس بعتوا على المشكلة انه كمان السوشيال ميديا، واحد بيبعت كلمة كلمتين على السوشيال ميديا ان برايفت يعني فور مسج، او بيكتب لك اياها على شي صورة، بلاقوا انه هيدي هي التعزية، وهن مش عارفين انه التعزية هو وقت الواحد يجي يقعد مع الشخص يحكي معه ويسمع اذا عنده مشاكل ويجرب يساعده ليظهر من هالمحنة. فمالوريزمون يعني للأسف انه السوشيال ميديا يعني افتكروها هي الحل السريع والهين، وانه بتحل محل الوجود الشخصي بينك وبين هالاشخاص لتعزيهم، بس ما بتصور هي التعزية، يعني مش هيك بتكون. anyway كل واحد عنده طريقته، كل واحد مقتنع بانه كيف بتصير الامور، واكيد ما بعتب على حدا، اكيد اكيد. مع انه العتب على قدر المحبة، مثل ما الواحد بيقول. مزبوط، بس ما فينا نعتب، ما فينا نعتب ابدا، لانه خلص اللي بده يصير يصير، يعني اذا كانوا موجودين ولا مش موجودين اول على اخر الاشياء ما رح تتغير، والزعل كبير وبدنا نظهر من هالشي، يعني شوي شوي بدنا نتأقلم. المحطات الإعلامية مثل LBC MTV وغيرهم كفوا ووفوا؟ بتشوف اكيد كفوا ووفوا. وجود الشيخ بيير الظاهر معكم كعائلة، ايه هيدا يعني كان سند لنا بهالمرحلة صراحة. ايه الاعلام كفى ووفى، يعني بتصور عملوا نهار نهارين ما بعرف، صاروا يعيدوا الاشياء القديمة. انعمل من قيمته هيدا الشيء، يعني مبادرة حلوة كانت ليذكروا العالم مين كان هالشخص، للناس اللي ما بيعرفوه يمكن بيسمعوا عنه. ما كان فيهم يعملوا اكتر من هيك كمان، واصلا في بعد عم يحضروا احتفال لتكريمه. مين اللي راح عم بيحضر؟ المحطتين انا سمعت، يعني حكيوني المحطتين LBC والMTV، وبس مش هلا يعني اكيد من بعد الـ40، لانه بتعرفي هلا مش وقته. عم يتسابقوا هن هلا على مش عم يتسابقوا ظهر يعني سيمو اسمر بتعتقد؟ لا ما بتصور عم يتسابقوا، كل واحد بده يعبر عن حبه لإله او بطريقه او تقدير لإله بطريقه ما. وهيدا شيء حلو منهم يعني، طبعا جست لذيذ. اكيد. زرت رئيس الجمهورية؟ لا خلاص ما رح ازعجك باشياء، لانه بعت لنا ممثل واكليل وهيك، فطلعنا نشكره. قل وسام الارز سيمو اسمر؟ لا مش على علمه. ليش؟ ما بعرف، ما عندي، ما بعرف شو بصير يعني، لا مين بيعطوه مين ما بيعطوه، بس ما سألته، ما استفسرته، ما بتصور كمان ما بيهمكم يعني، هو بيسام. صحيح صحيح، يعني معك حق فيه، يعني قد ما عنده جوائز بالبيت يعني بقى في مطرح نحطهم صراحة، يعني متليين الدنيا. بس هيدا وسام الأرز بيتقلد من قبل أعلى سلطة بالبلد، يعني بتخيل أنه هو الأهم. يمكن بعد بده كان شوية شي 10 سنين زيادة بالشغل يستاهلوا، ما بعرف، ما عندي فكرة. ما عندي فكرة أبدا صراحة، ما هني بقرروا يعني، مش شغلتنا إذا بيستاهل ولا لا، أو إذا بيعطوه ولا لا، ما عندي فكرة أبدا.
بس بزعلكن هيدا الشيء؟ نعم زعلكن؟ لا 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 ما انه كمان ما رح يتغير شيء يعني انه كان فضل اذا بدهم يعطوه يعطوه هو وطيب يعني كان هو عايش لانه لهو ينبسط فيه لانه هيك هو كان يقول لإله. نحن ما عملنا شيء هو اللي عمل كل شيء ولا هيك هو كان يقول هو يعني سمو أسمر لما يروحوا الكبار ايه كان يقول انه أعطوني إياه بحياته ايه ولا لما كانوا يروحوا او يغيبوا هالكبار او ينتقلوا ديش هيك كان يتأثر تيمو؟ كان يتأثر اكيد انه ما عنده احساس ويتأثر وبشوف كان يترحم على ايام الحلوة بين يعني كان عنده محبة خاصة لحدا هيك له عنده محبة خاصة اكتر من حدا ولا كان بالنسبة له الكل من الراحلين قصدي من الراحلين او من الموجودين أو. هلا اكيد صباح كان عنده معزة خاصة لها لانه هي رفقته بدربه وهو كمان رفقه مش هيك اغلبية البرامج اللي عملها كانت تحمل إيه غنية من اسم غنية من اغاني لا صباح لا تساعدت الدنيا دولاب كانوا كلماته الحلوة كمان صبوحة كان لها وقع خاص عنده ايه كان يتفائل انه يفتتح برامجه فيها وبحبها كتير يعني بقدرها وقت توفت شو صباح كمان يعني انا برأيي انه بحياتها المهنية قطعت بكتير اشياء بالصعود ونزول مثل ما بقوله وكان عندها كم هائل من الاعمال اللي تركتهم وجودة جودة جيدة جدا جيدة جدا منيحة هيدي لازم تستعمل كتير بالمقابلات إلى وقع بشير مين رح بيكمل المسيرة بعد سيمو أسمر التعتقد في يكون عنا مسيرة مغيرة ولا ضروري نكمل مسيرة عملت ما بعرف أنت شو بتقول أنا برأيي كل شخص هو لحاله بيعمل مسيرة مين رح بيكون صانع النجوم بعد سيمو أسمر يمكن ما يكون فيه ويمكن يكون فيه يمكن يكون حدا غيري ويكون يكون حال أنا يعني ما فينا بدي أسأل ليلى عبد اللطيف صديقتنا ليلى عبد اللطيف بركي فيها تساعدني بهيك يعني ما شو بدي اقول لك ما بعرف يمكن ما اشتغل بالمره مع فنانين ويمكن يكون عندي مسيره وكمل مسيرته هلا انا بحب هيدا هالمهنه وهال سوري بدي ظبط قعدتي بس كرسي عم يطلع صوت الكرسي لا ماشي الحال ماشي الحال عم تتهرب من السؤال لا ابدا عملت حجه بالكرسي لا عم باخذ عم زبط قعدتي لجاوبك جاوبني يلا هلا مش الحال قل لي مين بقى ما عندي فكرة أبدا ما عندي فكرة ما راح تشتغل مع الفنانين عندي يعني محتار صراحة شو البلان اللي واضح لك ما صراحة ما عندي بلان مع الفنانين يعني واضح حاليا ولكن أنا بحب اكتشاف الفنانين كمان وبحب ضوي على ناس تستاهل الواحد يضوي عليها او نساعدها لانها توصل لانه انا بهالموجة الاخيرة من 10 سنين لليوم شايف انه الفن نازل كتير كنوعية وك وشو بقوله يعني in general يعني بالاجمال نتيجة شو برأيك بتصور هيدا الهبوط عصر السرعة وعصر السوشيال ميديا بيخلي الواحد ما يركز على شو عم بيقدم أو يقدم شيء ما بضاين كتير يعني الكلمة اليوم أشطت واللحن أشط وكيف من أدي هالغنية أشط والحضور أشط بيبقى الصورة شكل عم يهتموا بالشكل أكتر شيء بالمفاتن وبالريتم وشوي بالمفاتن إذا بدك عند السيدات عند الكل صارت المفاتن بقى ايه شو يعني عنا يعني مشكلة برأيي. يعني فينا في نقول مشكلة. في مشكلة في ذوق عام يمكن أشط ما بعرف العالم إذا بعد عم تتقبل الأشياء الحلوة ولا تعودت على الأشياء اللي شوي ما بتضاين يعني. دخلت هيدي الغنية الصريخ الريتم الأجنبي دخل كتير يعني اليوم كمان. صارت هالفنانة بتعمل غنية تكنو بس فيها شوية عربي إنه بفهم إنه الدانس يعني هو ترند وهي ولكن بتشوفي بهالكلام اللي عم ينحط يعني شوي ضعيف كتير يعني الموسيقى لحالها بتقطع بس مع الكلام شوي بصيروا
يعني بتوطى من قيمتها. يعني بدنا نفضى، فينا نقول بدنا ننفض. أنا برأيي إيه، يعني في كتير من أهل الفن أو اللي بيشتغلوا مع الفنانين بيعرفوا إنه المستوى قاشط حاليا، وفي ناس عم ينشهروا من مشي، يعني غريبة. ايه في ناس عم تنشهر من مشي، ما عندهم غنية يعني، بعد ما عندهم هوية، وعم ينشهروا لتأدية غير أغاني وبشكل غريب، بشكل ما بعرف. ما بعرف إذا صرنا بعصر نلحق الكاركترز، بس ما بنلحق فن هالكاركتر. يعني الكاركتر هو شخصية هالشخص، كيف بيحكي أو بيتعامل مع الحياة، وفنه هو شو بيتركه أو شو بنسمعه منه. فاليوم بتصور عم نلحق ناس كاركترز بس ما كتير عندهم شيء يقولوا فنيا. يعني ناقصنا اليوم شو بال 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 بالفن؟ ناقصنا ناقصنا وقت، لأنه العالم كلها مستعجلة، بدها تعمل غنية بجمعة وتصور لها كليب تاني جمعة وتنزلها تالي جمعة، بتصور وتاني نهار بس وبعد جمعة بدها تنشهر، وبعد جمعة يا بدها تنشهر يا بدها تختفي الغنية. فإنه بقى ناخد وقتنا لنشتغل صح، نلاقي موضوع حلو نكتبه بطريقة صحيحة، نغنيه بطريقة صحيحة، ونعرضه بطريقة صحيحة، لا يضاين لبعد 10 سنين يكون له وقعه. مثل الكبار الفنانين يلي بتسمع أغانيهم لليوم بتلاقيهم بعدهم عندهم مكانتهم، لأنه موضوعهم حلو، لأنه كلماتهم حلوين، لأنه تأديتهم حلوة. الجمال ما بيتخبى فينا الماء، يعني بس بدك تعملي شيء حلو لح يبقى. قلت انه مش مخطط اذا رح تشتغل يعني بهذا المجال ولا حاليا ولا انا بطور التخطيط، لانه بتعرفي من جمعتين شقلبت ورائي طبعا، وعم برجع اشوف الاشياء وعندي مسؤوليات. يعني بعدك عم تتهميني انه انا رح كفي المسيره. انا بالاخراج بلشت المسيره، يعني هلا اذا ما عم بشتغل بالبرامج رح يجي يوم يمكن ارجع اشتغل بالبرامج، اذا بعد في تيفيات، يعني لانه كمان حاله التيفيات عم ترجع لورا، والمضمون تبع التيفيات عم يرجع لورا. طيب وينك من السينما؟ من السينما انا عم اقرب اكثر من السينما، وعم من زمان بحب السينما وبشتغل فيها وعندي تجارب كثيره. حاليا كنت عم فكر بدوكيومنتري، عم دوكيومنتري بس ما فيني اقول لك عن شو، لأنه بعدنا بطور الكتابة. بس شيء حلو، يعني بحاجة إنه نحكي عنه. منه إنساني ولا سياسي، بس رح أقول لك شوي إنه شوي فني. دوكيومنتري إيه. عن فن عربي مهمل، نحكي عنه بعدين. حلو. غير هيك عندي production house للأفلام، اسمه Fill in the Blanks. عم نكتب وننتج فيلم طويل، بعده كمان بطور التحضير. كليبات اشتغلت فترة كليبات، بطلت اعمل كليبات صراحة. ما حبيت؟ لا مش ما حبيت، ولكن لا عملت اشياء مهضومة بحبها يعني، واشياء معروفة بس كمان بحس انه بالكليبات صرنا عم بتراقب، عم بتشوف شو عم نعمل كليبات. ما كتير بس ما بتصور، عم روح عليه كتير اشياء اذا ما تبعت مش هالقد اشياء مهمة عم بتروح. هي معك حق فيها، ما بعرف يعني. بس في اشياء كمان حلوة يعني عم تمرق، عم بتروح عليك. ما بعرف شو عم بصير صراحة، ما عم تابع. بس انه كمان بالكليبات يعني مثل الاغاني شوي حسينا انه في هبوط، ندفه بمطارح. هل يمكن كمان ما في انتاجات ضخمة او ناس يعني تقدر تحقق اللي بدها تعمله. هلا المخرج اللي عنده هيدي الشعطه بيقدر يعمل من امكانيات قليله كليب رائع، هيك بيقولوا يعني. مزبوط، بس انه الكليب شغله مكلفه كمان، بدنا خلق، بدنا هذا اللي مطلوب، بدنا خلق وبدنا ابهار. الابهار حقه مصاري، لانه اليوم العالم تعودت بوقت تلحق القصه بالكليب او المشاعر الصغيره، صار بتشوف شو التكنيك اللي مستعملينه وقديش الابهار يعني، هذه طبعا وهذه حقها مصاري. لكن رح نكون ناطرينك يعني بالدوكيومنتير يلي حكيت عنه، ان شاء الله هيك كمان اشوفك بمجال الكليبات، لانه كان عندك اكثر من كليب كانوا كتير حلوين، وننظرك بهذا المجال. لا ما بعرف تكمله المسيره، انت ضد
هيدا الجملة ضد هيدا الوصف. بتحب انه كل حدا يكون عنده مسيرته يعني الخاصة، بس يعني شئنا ام بينا يعني مثل ما بيقولوا، يعني انت بمطرح من المطارح رح تضلك مذكور على انك بشير سيمو اسمر. ايه اكيد هذا الشيء رح احمله كل حياتي وبفتخر. ايه يعني اي غلطة تحاسب عليها هو حسب مين عم بحاسب وكيف عم بحاسب. فينا نحاسب يعني أنا شخص مستقل عن سيمو أسمر، يعني تعلمت منه إيه بس أنا يمكن ما بشبهه، اشتغلت معه بس أنا يمكن اشتغل بطريقة مختلفة، تماشيت مع ذوقه بس يمكن يكون عندي ذوق تاني، وهذا الشيء كتير طبيعي. طبعا هيدا حق أصلا لك ما يعني بس العالم ما بيشوفوا هالشي، الصحافة أو الناس اللي بدها تحكي دغري بقارنه. يعني أنا إلي 15 سنة بالدومين، بدهم يقارنوني مع حدا عملاق له فوق 40. هذا اللي رح تثبت لهم يا أنت بالأيام اللي جاية. إيه بس صعب يعني عم بشوي عم بحملوني مسؤولية زيادة على الزوم، بشكل إنه ما عم يتفهموا الوضع اللي أنا فيه أو ما عم يتركوا لي مجال إنه برهن شو قادر أعمل. عرفت على طول بفوتوا بالمقارنة وهذا الشيء ما بيجوز. هذا الشيء عم يزعجك يعني؟ بجوز أبدا، لأنه كل واحد ابن عصره كمان. يعني أنا ما خلقت ما عشت بالستينات وسبعينات والثمانينات والتسعينات اللي أنا كنت فيهم صغير. أنا بدي أشبه الألفين والألفين وعشرة والألفين وعشرين والثلاثين. بس هلأ أسهل من قبل بشير، هلأ أسهل من قبل، هلأ يعني الواحد يقدر يثبت حاله بالوقت أسهل الحاضر، أسهل بكتير من قبل، لأنه في كتير وسائل أسهل صارت مساعدة أسهل لغيري، لأنه قبل كانت بالإمكانات القليلة كانوا عم يعملوا شيء كتير كبير، هلأ الإمكانات كتير موجودة قدامه. بدنا عقل مدبر، بدنا إيه أفكار، بدنا أفكار، هو اللي أصعب شيء بتصور. نعم أكيد. نعم بشير سيمو. نعم. أسمر، عندك أسئلة؟ عندي سؤال أخير أخير؟ إيه؟ خلاص؟ سكرنا؟ بدك بعد؟ ما بعرف أنا مسترسل يعني كيف بقى ناخد بريك بس كنت عبالي كمل أنا بس يلا انتهى هيك وقتنا، يعني صرنا وقت طويل. بدك نكفي؟ حسب شو عندك مواضيع بعد. بدي منك كلمة هيك تقولها اليوم هيك من قلبك لا سيمو أسمر. أنا ما لا يمكن مش هقدر أقول هالكلمة، أنا بتأثر شوي وتعرفي يعني فبركي من أجلها لغير ما عندي كلمة أقول له إياها، يعني مش ما عندي بس أنه ما بدي فوت بهالمشاعر، خصوصا هلأ ما له جمعتين يعني شوي بعد ما طلعنا من المود اللي كنا فيه. هيدا المود الحزن اللي أنتو فيه بعد خبرتي أنا الشخصية ما بتطلع، ما رح تطلع منه. إيه يعني بس إنه بقى ضروري الواحد إنه يشتغل شوي على حاله ليقدر الوقت يساعدنا أكيد. يعني كل ما نبعد عن أنت بشير بتخاف من الموت؟ ما بخاف، لا ما كتير. متصالح يعني مع الفكرة إنه بحس الموت راحة، راحة أبدية، والحياة عذاب أبدية. أوف بشرفك مين مرتاح بحياته على الآخر؟ أكيد كلنا عنا مشاكل، ما حدا بس كلنا بدنا نوعى الصبح نقول إنه بدنا نعمل هيك وهيك وهيك ونسعى لأن نعمل هيك هيك هيك. فهولي أكيد منهم ما في شيء سهل بالحياة، الصعوبة هي هون إنه نعيش ونحقق ونعمل وننبسط. يعني بدنا نجرب نعيش بطريقة حلوة. أنا بلاقي الموت راحة يعني نوم مؤبد نرتاح فيه إلى الأبد. ما بعرف هيك بيجيك هيك أفكار شوي إنه شو ممكن الواحد يكون عنده بعد الموت؟ بيجيني أفكار وفي الخيال واسع من هون يكون رايح، بس إنه ما بعرف شو فيه بالضبط. كل حدا بقول شيء بس بالنهاية إنه أنا بقول في راحة، في راحة إيه أكيد، وفي محاسبة كمان. كمان أنا ما بعرف إيه إذا في محاسبة، في محاسبة. مؤمن بشير أسمر؟ أنا مؤمن إيه، مؤمن. بتعيشوا لهيدا الإيمان وبتمارسوا بحياتك هيك؟ لا مقصر شوي بالممارسة يمكن، إنه مش كل أحد بروح على القداس أو بس إنه بالمناسبات بجرب قد ما فيه كون متواجد وبصلي لحالي أيام بلا بعيدا عن الكنيسة. كل واحد على طريقته، كل واحد على طريقته.
الإيمان بيشكل لك هيك أسئلة يعني. على قصة المحاسبة أنا بجرب بحياتي اليومية إنه ما أخلي شيء لبعدين، يعني حاسب حالي بذات النهار، تحاسب حالك قبل ما يجي يوم، قبل ما أعمل شغلة يمكن، أو عرفت بجرب روح صوب الصح أو المفروض ينعمل أو الأنسب. وهذا الشيء هلا بعرف إنه بالنهاية نسبة، هول الغلط لإلي ممكن يكون صح لإلك أو صحيح. العكس صحيح. بس انه بالخطوط العريضة يعني ايه بس يعني بنشتغل بمحبة وبنشتغل وبنسامح يعني منعيش المسيحية مش بس بالصلاة ولكن بالأعمال اليومية. نعم، على كل حال هيدي المسامحة أنا اكتشفتها بأكثر من مطرح بحديثنا من وقتها ما بلشنا لغاية هلأ. يعني اليوم عائلة الأسمر بتسامح كل مين أساء وكل مين كان مع وكل مين كان أكيد. ضد سيمو أسمر أكيد. مع هيك هيدا الكلام الحلو المعبر أنا بختم حديثي معك بشير سيمو أسمر. أنا كنت سعيدة بهيدا اللقاء. أنا كنت قلق صراحة لأنه جاي ومش عارف عن شو بدي أحكي، أول مرة بحكي هالوقت عن بيي، فكان غريب ضل القلق خلال الحديث ولا مشي هيك مع الوقت يعني راح؟ ارتحت، كنت كتير مرتاح وقلت لك الأشياء مثل ما هي مثل ما أنا بفكر فيها. يعني بتمنى انه ما كنا سائلين يعني، لا كنت حاسس انه بدك تساليني اشياء بتذكريني فيهم وجربي تطلعي قصص يمكن مش ما لازم بس ما عبالي اقولها او قصص ما مفروض تنقال كمان. احتراما ل مش بس احتراما، احتراما لروح سيمو اسمر بس لا اكثر ولا ولا احتراما لارائه هو الشخصيه يلي إذا كان بده يقول عنها كان قال عنها هو. ونحن يعني أيضا نحترم هيدا الشيء أكيد، ما فينا عن لسانه نقول هو شو معقول يقول. سامع أكيد أنه اللي خلف ما مات، سامع كتير أكيد، قالوا لك إياها كتير بوقت التعزية، وفي وحدة تانية بتقول فرخ البط عوام، وفي كل هالأمثال اللي بيشبهوا بيشبهوا هيدا المثل، بعرفهم وحافظهم وبسمعهم كتير، شو بدي عم نتحمل. بس اللي خلف ما مات بشير أسمر. أهلا وسهلا فيك باستوديو هيت راديو أم بي أس، كنا سعيدين بهذا اللقاء ولو أنه كان الحديث شوي هيك في محطات حزن يعني، بس هيدي طبيعة الحياة، هيدي الجملة اللي نحن بنستعملها بحياتنا، ونحن عنا رجاء مثل ما مأمنين يعني أكيد. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. Thank you. أهلا.